شعائر وعبادات كأنها عادات ليس لها روح ميتة لا قيمة لها ولا أثر في حياة المسلم، مع أن العبادة لها أثر في العمل الصالح والعقيدة الصالحة أثرها يظهر كذلك في العمل الصالح، بينما تجد هذه العبادات ليس لها ثمرة حقيقية، ليس لها ثمرة حقيقية، ولذلك تنتشر المعاصي. وهذا الذي يريده الشيطان، هذا الذي يريده الشيطان، تهوين الدين، يصبح الدين مجرد علكة تلاك في يعني بين ألسنة الناس، هذا يصد وهذا يرد وهذا يقترح في الدين وهذا يقول هذا ليس من الدين وهذا يحتج وهذا، هذه مصيبة عظيمة، لأن الشيطان أصعب شيء عليه أن يكون الدين في قلب المؤمن متينا، لأن متانة الدين في قلب المؤمن معناها متانة العلاقة بين العبد وربه، ومتانة العلاقة بين العبد وربه مؤداها إلى أنه لا سبيل للشيطان عليه. فكيف يبر بقسمه وهو قد أقسم إذ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلا يقول قائل إنه هذا والله من النفس فقط ومن الناس أمزجتهم وكذا، لا، هذا من خطط الشيطان، والشيطان له أجناد في الظاهر والباطن، أجناده في الظاهر هم أبناؤه وشياطينه، وأجناده في الظاهر هم أهل الفجور والمعاصي والانحراف، سواء كان الفكري أو كان السلوكي، فهؤلاء يهيجون قلوب العامة كي يهونوا من الدين ويكون الدين بسيطا كأن يستطيع أن يتعاطاه كل أحد، يقدم فيه ويؤخر ويفتي ويرجح، حتى لا تقبل بعد ذلك كلمات ونصائح المرجعيات من الصالحين والقدوات من العلماء، وتصبح العلاقة بين العبد وربه باهتة هزيلة لا روح لها. لو سئل ذلك العبد أتقبل أن تلقى الله بهذه العلاقة التي بينك وبين الله، في قرارة نفسه يقول لا أقبل، ولو قالت لسانه معاندا ومستكبرا أقبل.